الخوش وراكم عزاز وهذا الجمهور ديالنا. السلام عليكم الخوت، بارك الله عليكم، راكم عزاز، ما تنساوش الاشتراك والبارطاجي وتشاركوا عندي، راكم عزاز، مرحبا بكم. اليوم الخوت غادي نخرج، اليوم نمشي عند ديك المحامي، انا وجوج المغاربه كانوا خدامين معايا الخوت، غنمشي باش غنديروا محامي، حيت الخوت هاد السوريين وهاد العرب هادو تيصحبوا راسهم في شي دوله ماشي تلهيه. الخوت غنمشيو دابا غنصيبوا الوراقات ديال نديروا محامي تما، وغيقول لينا يشرح لنا كل شيء، وفي الاخر ان شاء الله غنربحوا في هذه 100%، ونخليه هو يتعلم بانه يحترم، واللي يسحب راسو يسحب كره. كان برازيلي ما غيقدرش يدير معاه بحال هكا، حنا شافنا وقال مغاربه واجاني وقالوا وقال هذا قوم معنا الخوت. طلع الفيديو. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، راكم عزاز، بقوا معنا في هذا الفيديو الخوت. هذا الفيديو هذا رحنا عند المحامي تنقاد واحد الاوراق هذوك السوري ولا الاحرام، بقوا معنا في هذا الفيديو ان شاء الله. السوريين الخوت شكر جيل البرازيل، بلا ما تخدم معاهم احسن حاجه. احنا باش ما نكذبش عليكم، محامي ديال الله وحق الرب احسن حاجه في البرازيل هي الشكل هذا، تيوقفوا معاك وفي شكل، وخا تكون ما عند مقود عليك ولا شي حاجه، ما تشوفوش انه راك هو غني ولا عنده الفلوس عليك وانت مقود عليك، غير ربحك كاع على ربحك الفلوس تخلصك الدوله. سمعتوا الخوت، بقاو معنا في هذا الفيديو، باقي الفيديو طويل تبارك الله، ومعنا واحد الشاب معنا حتى هو غنوريه لكم، ولكن بغيت يبان دابا، نخرجوا نكملوا الفيديو تبارك الله عليك. خرجنا الخوت، والله حتى غيخلص اكثر منا، غنوريكم بلاصه كنت خدام فيها، هانتوما غتشوفوها، هاو الدري حتى هو، هاو يبان معنا واحد، اجي نطلعوا هنا. بقاو معانا الخوت، راه دابا هو عنده محل ديال الطونوبيلات، وبغى الدري مسكين باعو بالمحل ديالو، باعو بكلشي، دابا باع المحل، دابا هو خدم فيه 3 شهور، وخدم فيه مع الدري، وخدم معاه حتى انا، شد الدري باع المحل لواحد البرازيلي، وديك البرازيلي عنده الخدامة ديالو، باع المحل الخوت، وما علمش الدري. وخلاه بحال باعو مع الخدمه، مني باعو مع الخدمه خلاه مسكين، خلاه دابا، ولكن دابا هذا بغى يدير فيها مريقل البرازيل باش مزيانه بهذا الشكل هذا، كاين القانون. دابا حنا جينا الله خرجنا مع المحامي، هيولي مخلص كثر منها، وبقاو معنا ان شاء الله. واحد تبيعو يشري في الفريز هذا دابا بالكريطينات في الشارع، شارع مزيان احسن لك ما تخدم مع السواره. هذا العصا، اشنا هذا العصا، بحال واحد دابا العصا هو اللي غيمشي فيها، ها وحده هاي بغات تبان في دوزام ساعه. بقاو معنا الخوت. هانتوما الخوت، البرازيل عامره احسن حاجه في البرازيل هي النساء، ماشي احسن حاجه، عامره هادشي هو اللي فيها. الا خدمتي مع السواره كحلت فيها الصالير شويه، ماشي تشلي تبيع وتشري شي لعيبات مزيان. هانتوما الخوت، ها هي تتبيع في اللحم، تتبيع في المعارض، تبارك الله عليكم البوليس تا هما، انا غادي بنادم تيشوف فيا وهانيه انتوما. ناس دراوش والله، حتى ناس دراوش، برازيليين دراوش، راه هما مخصصش دير معاهم اللعب، دير معاهم ديك اللعيبه ديال ليه تدور معاك. هاي واحده بغات تجوج الشهر، راه كبيره بالعمر، راه بغى ياخذ الاوراق. خليتها ليكم. ها واحد البريكول ديال السيما شتي. هو يطلعها، تبارك الله عليكم. بقاو معنا في هذا الفيديو نوريكم الشعب. واو شتي بنادم خدام، حرك حرك تبارك الله عليكم. ومعايا الدراري ما بغاش يبانوا هذاك الراي ديالهم، او محل التليفونات لعيبات بورشيطات لعيبات. بقاو معنا ونصور لكم دابا الشارع.
هذا الشارع هذا اول شارع لك تجي من حطاتك الطياره غتشد الطوبيس غتشد المترو غيحطك في هذا المترو هذا في هذه المحطه هذه حيت المحطه هذه هي اول مره شحال من المغربي جدات يكون وصلوا لها. هذا اول مره الشارع جيت ليه الخوت من تتوصل لكوارولوس اريبورت دو كوارولوس تتوصل هنا تتشد الطوبيس تشد واحد البلاصه سميتها توكوروفي تتشد المترو تحطك هنا في ارمينيا واحد المنطقه واحد المحطه سميتها ارمينيا الخوت. وهذه انا وصلت ليها وتلاقيت مع ياسين تشاش هنا كان عنده محل التليفونات وفي شكل انسان في شكل تعامل قلب لي على الكرانة والدري اللي كان معايا مغربي. وهادشي اللي بغا نقول لكم تبارك الله عليكم. وانا القضيه الخوت القضيه ديال ان فكنا دابا ديال المحامي ويوقف معانا الخوت كاين المحامي ديال الفابور هنا واخا ديال الفلوس الا ربحتي القضيه تقدر تخلص منها الا خسرتيها ماشي ما تقصرهاش حيت ضروري من حيت اكثر هي اللي كنتي مكان خدمك بالاوراق الواحد هنا في البرازيل الا كان خدمك الاوراق تتربحوا سمعتوا الخوت. واو بقاو معنا دابا حنا غنصوروا لكم دابا هذا هو الشارع الخوت عقلوا عليه اللي اول غيجي للبرازيل لقى راسه هنايا في هذا الشارع في سان باولو كان غيهبط في سان باولو كان غيهبط في سان باولو راه حاجه اخرى. هانتوما مرونين الخوت برازيليين مرونين مدارس ودايرين احتفال مع الكرنفال قريب الخوت هاهي ورايا الشاه هاهي الخوت ومع الكرنفال قريب تتصور الشام هاهي البرازيلية تتسطح الشاه هانتوما الخوت هذا الكرنفال قريب وغيديروا اللعيبات والتليفونات غيجوا الخوت وبقى فينا الخوت وراكم عزاز وهذا الجمهور ديالنا. احنا الخوت دخلنا للجامع دابا جميع الجنسيات كاينين هنا البنغلاديش الهنود الافارقه من جميع انواع ديال الدول السوريين اللبنانيين كلشي ومغربي معايا حتى هو. الخوت حنا في الجامع خاصنا نبقاو نهضروا باقي ما بداش الخطبه ما بدا والو غندير لكم واحد الدوره في الجامع وتبارك الله عليكم. سان باولو الناس يخرجوا حنا معاهم في بحال المغرب بحال المغرب صلاه بحال المغرب تخرج من الجامع الناس يصلوا حنا سالينا الخوت ونشوف حالاتنا دابا للدار تبارك الله عليه بقاو معنا. شوف الخوت خرجنا الحمد لله تحس بالراحه وانت تصلي احسن من بقات دير المصايب بعيد عليا واحد الكوافور حالة واحد تيشوف فيه انا راه نصوره نقوله لي تبارك الله عليكم. هذه هي الجرده الخوت اللي معروف هذا هو الوسط ديال المغاربه اللي معروف عند المغاربه واشتي كانوا تيسكنوا فيه دراري جوج مغاربه تيباتوا في الشارع هنايا الخوت ولقاو معنا الخوت يا رب دير شاوي للمغاربه والناس تيسكنوا فيه برازيليين تينعسوا في الشارع في هذه الجرده تبارك الله عليكم. انا نصور لكم الناس بنت غير الشكارة عندك الشكارة اللي بنت من بنت شيش الشكارة النهار دوزنا معكم تبارك الله عليكم ما تنساو الاشتراك عندي وتشجعوني ومرحبا بكم باش بقى بزاف ديال الحوايج وكتضربني طوموبيله واحد التيتيزه كتضربني ساعة ولكن تبارك الله عليكم تنساو الاشتراك والبارطاجي وتنساوش لايك الا عجبكم الفيديو ديروا لايك الا ما عجبكمش ديروا لي لايك شاي الله يحفظكم.